وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث السياسي السوري أيمن العاسمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أيمن. من المفترض أن درعا مشمولة ضمن مناطق خفض التصعيد، إذن لماذا هذا السكوت عن استهداف المنطقة من قبل قوات النظام؟ خير لك ولمتابعيكم مشاهديك الكرام. يعني حقيقة نحن شاهدنا دائما مناطق خفض التصعيد كانت تنتهك عندما يتم الاتفاق بين الدول التي يعني رعت مثل هذه الاتفاقيات. نعم. بمعنى أنه في المنطقة الجنوبية كان هناك اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا على جعل هذه المنطقة منطقة خفض تصعيد، وعندما قدمت روسيا عروض للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل كان مفاد هذه العروض أنه لن تتقدم القوات باتجاه الجولان، مناطق الحدود الجولان، وأنه لن تؤثر على الأمن الحدودي لإسرائيل، وأنه لن يكون هناك موجات من اللاجئين. طبعا بهذه الحالة تخلى الأمريكان عن اتفاقهم ورموا بعرض الحائط كل الاتفاقات التي يعني بمعنى أنهم استخدموا الشعب السوري حتى يحققوا مكاسب لحلفائهم. وبالتالي هذا الأمر يعني أتصور أنه يجب أن تسأل عنه هذه الدول التي تدعي نفسها أنها ضامنة. لكن يا سيدي يعني أنتم تعرفون مجريات المعركة الآن توحي تماما بأن هناك اتفاق ما بين الإسرائيليين والأمريكان من جانب والروس من جانب آخر. تتركز المعارك كلها بالمناطق الشرقية من درعا التي تبعد عن مناطق الجولان 40 كيلومتر. لكن ورد أمر في النشرة أحببت أن أنوه له، وهو أن الشروط التي وضعت بأنه ألا تقترب الميليشيات الإيرانية من حدود إسرائيل هذه حقيقة ليست يعني شروط إسرائيلية، لأنها ربما تكون عبارة عن شروط حتى توحي بأنها لا زالت على عداء هي وهذه الميليشيات، يعني إسرائيل على عداء هي وإيران بهذا الموضوع، وهذا غير صحيح. الميليشيات موجودة ولدي صور وتؤكد وتثبت أن كل القتلى في منطقة اللجاء من النظام هم من لواء فاطميون تحديداً، وسحنة الوجوه والأشكال توحي بأنهم من هذه الجنسية التي ذكرتها قبل قليل، بمعنى أنهم ربما تحدثوا عن ابتعاد الميليشيات عن الحدود، لكن حقيقة لا هي مشاركة في المعركة، لأن النظام ليس لديه الكادر، والروس لا يستطيعون أن يستغنوا عن الإيرانيين لأنهم ليس لديهم الكادر على الأرض. فبالتالي هي عملية اتفاق كامل وشامل على هذه المعركة. طيب أستاذ أيمن، كيف تقرؤون تصريح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب عندما تقول أنها غير قادرة على الدفاع عن المدينة أو حماية المدنيين فيها؟ نعم، هذا يؤكد على ما تفضلت فيه حضرتك بأن الأمر تم باتفاق. حقيقة قالوا بصراحة أن الخيار لكم، إذا أردتم أن تواجهوا فواجهوا، لا تعولوا على تدخل عسكري مننا. نحن لم نعول سابقا على تدخل، لكن نحن كنا نقول أنكم تدعون أنكم تقفون إلى جانب الشعوب عندما أرادت أن تتحرر وأن تسعى إلى الديمقراطية، لكن لاحظنا الآن الكل يقف إلى جانب بشار الأسد، وهذا الأمر لن ينهي المشكلة. المشكلة مع بشار الأسد هي ليست جغرافيا، ولن تكون القضية إذا استولت روسيا على الجغرافيا أن تنهي الثورة. القضية قضية حقوق وحريات، وهذا الشعب لن يتنازل عن مطالبه. أما هناك نقطة يعني أخيرة إذا كان لدي الوقت ما يناسب، أنتم ذكرتم الغوطة وحمص. سيدي درعا تختلف تماما عن هذه المنطقة. أنا ابن هذه المحافظة، المنطقة فيها 750 ألف إنسان كلهم متفقون على معارضة النظام، هناك حاضنة قوية للثورة، لدينا ما يقارب يعني من 20 إلى 25 ألف مقاتل منظمين ضمن مجموعات عسكرية منظمة، إضافة إلى حملة السلاح الذين ينفقونهم عددا أيضا. طيب. القضية لن تنتهي هنا بمعركة هنا أو هناك. لكن سيد أيمن، هناك تصريح للخارجية الإيرانية تعبر فيه عن اطمئنانها الشديد لما يجري في درعا من هجوم عليها، يعني من أين أتت بهذا الاطمئنان وكيف حصلت عليه وما هو مضمونه؟ نعم، الاطمئنان يأتي من جانب واحد، أن الدعم العسكري توقف منذ فترة طويلة عن هذه الفصائل، وأن إيران ربما توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن روسيا تقف إلى جانب الإيرانيين في الاستيلاء على سوريا. هذا من هذا الباب أتى الاطمئنان. أما الاطمئنان
يعني هو حقيقة لن يكون حقيقي عندما تكون تندلع المعارك بشكل يعني معارك مدن. الآن أنتم تشاهدون وتغطون بقناة الرافدين المعارك بشكل جيد، هي عمليات قصف وتدمير ومناطق قصف الحرير التي تكلموا عنها قبل عدة أيام أن دخل النظام. يا سيدي هي مجموعة عن كومة من الحجارة أصبحت هذه. هذا ما كنت أود سؤالك عليه، يعني هل تتوقعون أن تكتفي بقية أطراف المجتمع الدولي بالتفرج على تكرار سيناريو حلب والموصل في درعا، أي استعمال سياسة الأرض المحروقة مهما كان الثمن وتدمير المدينة؟ نعم سوف يتفرجون كما تفرجوا على العراق عندما تدمروا، دمرت الميليشيات وتدمرت الغوطة وتدمرت حمص وكل المناطق، وحلب التي كانت تحفة وكانت حاضر من حواضر الأمة حقيقة أصبحت الآن عبارة عن خراب. سوف يتفرجون لأنهم حقيقة هؤلاء يدعون الإنسانية ويدعون أنهم يقفون جانب الشعوب، لكن هذا ما يجري الآن في سوريا ويجري في العراق من احتلال لن يجر على المنطقة إلا الدمار ولن يجر إلا حروب على حروب. سيدي هذه المنطقة درعا تحديدا، وسأذكركم بذلك في الأيام القادمة، لن تكون كالغوطة ولن تكون كحمص. حمص كانت محاصرة هي والغوطة ومنطقة صغيرة، نحن نتكلم عن منطقة شاسعة أكثر من 2000 كيلو متر مربع، إضافة إلى أنها لديه الإمكانية المالية والعسكرية والحاضنة الشعبية التي تدعم أي حراك عسكري. أنا أعدكم بأنها لن تكون كما أصبحت حمص وما حدث في الغوطة. الباحث السياسي السوري أيمن العاسمي كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.